أشار خوان كونمينغ إلى أن الرسالة التعنية من الرئيس شي جين بينغ جسدت تماما اهتمامه البالغ بالعلاقات الودية بين الصين والدول العربية، وأكدت على الإنجازات التي حققها الجانبان في إجراء التبادلات الثقافية ودفع التنمية المشتركة، كما أوضحت اتجاه تعزيز التعاون والتعلم المتبادل بين الجانبين في مجال الإذاعة والتلفزيون. وأكد خوان كونمينغ على ضرورة إحياء روح الطريق الحرير بقوة والتركيز على بلورة الأفكار والتوافقات والترويج على نطاق واسع لتقدم ونتائج جديدة لبناء الصين والدول العربية الحزام والطريق بشكل مشترك ونشر الجيد وبعزم لا يتزعزع لقصص الحضارتي الصينية والعربية والشعبي الصيني والعربي وقصص التعاون والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، إضافة إلى ضرورة التوسيع النشط لمنصات التعاون بمختلف أنواعها وللجهود المشتركة لبناء وسائل الإذاعة والتلفزيون الذكية وللسعي المشترك لطريق التنمية المبتكرة وللتعاون العملي من أجل توثيق الرباط الروحي من المودة والتقارب بين الشعبي الصيني والعربي.